تريدين الحصول على شعر طويل، تريدين إيقاف تساقط شعرك لأنه سيصبح أصلح بالكامل. إليك هذه الوصفة السحرية التي تعمل على إيقاف التساقط وأيضا تعمل على تحفيز نمو الشعر، تملأ الفراغات وأيضا تطول الشعر بطريقة مذهلة خلال وقت قصير جدا من استعمالها. لعمل الوصفة سنحتاج لملعقة من حبوب الكمون، سنضعها في وعاء. هذه الحبوب رائعة جدا لعلاج كل مشاكل الشعر، فهي تعمل على تخليصنا من تساقط الشعر، كما أنها رائعة لفروة الرأس، تطول الشعر وتكتفه وأيضا تحد من تساقطه، كما وتمنح للشعر الصحة واللمعان. والمكون الثاني سيكون حبوب الشمر بمقدار ملعقة صغيرة. الشمر رائع جدا لتعزيز نمو الشعر، فهو يعمل على تحسين صحة البصيلات كما ويساعد على تعزيز نموه وتقويته، بالإضافة إلى أنه يعالج تقصف الشعر ويحد من تلفه، بحيث أنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. أضف إلى ذلك أن الشمر يعمل على ترطيب الشعر بحيث يقضي على جفافه ويزيد من لمعانه، بحيث يجعله رطب ويعزز قوته ونعومته. أضف إلى ذلك أنه يعالج حكة الشعر بحيث يساعد على التخلص من الحكة في فروة الرأس ويريحها. ثم نضيف للكل الماء الغليان. نغطي الكل ونتركها منقوعة حتى تبرد. بعد أن صار يعني المحلول دافئ، سنقوم الآن بتصفيته، بوضعه في بخاخ لتسهيل استعماله على الشعر. وطبعا سنستعمل مصفاة لتصفية الكل. نحكم إغلاق البخاخ، وبعد ذلك سنقوم برشه على الشعر، طبعا قبل الاستحمام. بالنسبة للنساء يمكنكم عمله مرة واحدة، وبالنسبة للرجال يمكنكم عمله مرتين. سنقوم برشه على فروة الرأس، وبعدها سنقوم بعمل تدليك بأطراف الأصابع للفروة لتحفيز يعني تغلغل هذا المحلول لفروة الرأس، وطبعا حتى تمتصه الفروة وبالتالي تتغذى بصيلات الشعر. سنتركه لمدة ساعة واحدة، وبعد ذلك سنقوم بشطف شعرنا بالطريقة المعتادة كما ذكرت، مرة واحدة للنساء ومرتين للرجال. نداوم على ذلك، وخلال وقت قصير ستلاحظون فرق شاسع في شعركم، توقف التساقط بالمرة، وأيضا ستلاحظون أن شعركم بدأ يطول بطريقة رائعة جدا، وأنكم ستحصلون على لمعان رائع للشعر، بالإضافة لتكثيف الفروة سيملأ الفراغات وينبت الشعر من الأمام. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.